يعني لسه كنت انا ونيرفانا قبل الهوا كنا بنتكلم عن تبعيات لقاء القمه طبعا يعني. وعلى فكره في حاجه بس عايزه اوضحها، احنا حابين نوضح الفرق ما بين مكاسب اللقاء كنتيجه ومكاسب اللقاء بعيدا عن النتيجه، عشان في كلام كتير جدا في الموضوع ده. حابين نوضح للناس الفرق الكبير بين الحاجتين دول، عشان في خلط كبير جدا ما بينهم. الفكره انه في ناس كتير بتقول احنا المفروض ما نبقاش سعداء بالنتيجه، طبعا احنا مش سعداء بنتيجه التعادل، اكيد الزمالك ابدا مستحيل يكون مبسوط بنتيجه التعادل، المفروض المنافس هو اللي يكون سعيد بنتيجه التعادل، لانه في المباراه ديت يمكن لو كان يعني كان احتمال كبير جدا المباراه تنتهي بفوز الزمالك، لكن احنا سعداء بمكاسب اللقاء بعيدا بالظبط. عن النتيجه، وده اللي احنا حابين نوضحه للجماهير. واللي احنا يمكن ادينا نبذه عنه امبارح يا انجي انا وانت، انه مكاسب الماتش ده هو مكاسب معنويه اكتر ما هي مكاسب ماديه او مكاسب في النتيجه، لانه بغض النظر مين كسبان ومين خسران والنتيجه دي تعني المكسب لمين وتعني الخساره لمين، في الاخر انا يهمني فريقي طلع بمكسب ايه. مبدئيا يا جماعه احنا في حلقه النهارده اكيد احنا مش هنبعد كتير عن تبعيات لقاء القمه اللي احنا بنتكلم عليها، ويمكن كمان ينبغي للزمالك البناء عليه من مكتسبات الماتش اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ولسه بنتكلم عليه النهارده بعيدا عن النتيجه زي ما قلنا، لان تعادل الزمالك مع اي منافس ايا كان بقى الاهلي او ايا كان ده مش مكسب لينا، لان احنا بنحاول في كل ماتش حتى لو في خسائر او حتى لو في خساره في النتيجه نطلع منه باخطاء يجب ان نتداركها الفتره اللي جايه. لكن يعني اللي انا اقصد اقوله لحضراتكم هو ان احنا لازم نبني على اللي طلعنا بيه من مكاسب بقى فنيه وادبيه في اللقاء ده من اول مباراه بكره الصعبه قدام البنك الاهلي في الدوري، هنروح لها طبعا دلوقتي في تفاصيل كتير. كمان انا عايزه اقول ان النهارده في سهم وقوس هنروح لحاجه يمكن بعيده شويه عن كره القدم لكن هي قريبه جدا من كل زملكاوي، واحد من نجوم العاب صالات لكنه من الطيور المهاجره في اقوى منظومه كرويه في كرة الباسكت، هيشرفنا يمكن لأول مرة بعد تجربة احترافه كابتن ياسين ياسر عبد الوهاب أحد أبناء مدرسة الباسكت في الزمالك والمحترف في دوري الجامعات الأمريكي، وطبعا نجل أسطورة كرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن ياسر عبد الوهاب. هندردش مع ياسين في حياته الاحترافية في أمريكا عاملة إزاي، مستقبله إزاي، بيخطط ليه في الفترة اللي جاية، عشان كده كنا بنتكلم مع حضراتكم ان هنتكلم في الكورة كمان في اخر الحلقة هنتكلم معاكم في الصلاة. عايزة اقولك انه ياسين ياسر عبد الوهاب من اللعيبة المميزة جدا يا نيرفانا، واللي اكيد هيكون ليها مستقبل كبير جدا في الفترة اللي جاية. وعايزة اقول لكم انه كان معانا من فترة في برنامج نهارك ابيض استضفناه، بس دي كانت قبل رحلته الاحترافية طبعا لامريكا. المرة دي بقى هنتكلم معاه عن تفاصيل رحلته الاحترافية، هنتكلم معاه عن مستقبله اللي جاي وبيخطط ازاي لمستقبله، اكيد هتكون فقرة مميزة جدا استنوها في اخر الحلقه. طيب احنا كنا قبل ما نتكلم عن فريق الكوره وايه اللي احنا عايزينه الفتره اللي جايه، حابه اروح برضو معاكم لموضوع تاني، لحاجه يمكن ليها اهميه كبيره عند كل الساده المسؤولين عن الكره المصريه في الفتره ديت، وهي ببساطه مساله عوده الجمهور بشكل اكبر في المدرجات. يعني انا شايفه انه ايه المانع يا جماعه مع التزام طبعا الجماهير بكل الضوابط الامنيه بره وجوه اكيد المدرج، انه يكون في مساحه اكبر من كده في مساله عوده الجماهير. يعني الحقيقه احنا كلنا متابعين وشايفين دور الامن اللي اكيد لمسناه في الفتره اللي فاتت دي في تنظيم المباريات، طبعا ده غير الدور التنظيمي كمان الهائل لشركه تذكرتي في مساله حدور الجماهير. والحقيقه انه المساله بدات تتطور للافضل، بقينا نشوف الموضوع يمكن شويه شويه بيبقى افضل. عشان كده انا رايي انه مع التزام الجماهير، ودي اهم حاجه، التزام الجماهير هو اللي هيساعد في ده بشكل كبير جدا، التزامهم بالضوابط الامنيه زي ما قلنا، احنا محتاجين ان احنا لو كده نبدا ناخد خطوه لقدام، وبالتالي انه نشوف حضور جماهيري اكبر، نشوف جماهير بشكل اكتر في المدرجات في الفتره الجايه هيفرق كتير جدا. فانت ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني الموضوع ده بقى لنا فتره بنتكلم فيه، بس انا حاسه ان دلوقتي ممكن بدا فيه بسيط امل بالظبط لعوده الجماهير. يعني فكره ان احنا فعلا عمالين نزيد كل شويه وعدد الجماهير اللي بيسمح بدخوله المدرجات والاستاد بيزيد، فدي حاجه يا جماعه حلوه جدا. يعني احنا اتكلمنا في القصه دي قبل كده لو تفتكروا بعد ماتش مصر والسنغال في تصفيات المونديال اللي كان في القاهره، واللي طبعا حضروا فوق ال 65,000 مشجع كلهم كانوا الحقيقه ملتزمين جدا. والحقيقه ماتشات الدوري يا جماعه مع زياده المنافسه ما بين كل الفرق
بقى ضروري جدا ان احنا نشوفه، لان نشوف حضور جماهيري في المدرجات، خصوصا الماتشات اللي اطرافها فرق جماهيريه زي الاسماعيلي والاتحاد والمحله والمصري وطبعا الزمالك والاهلي. فاتمنى ان فعلا زي ما انجي قالت انه مع التزام الجماهير، وتحطوا تحت التزام الجماهير ده يا جماعه 100 خط طبعا، والضوابط الامنيه احط برده تحتها 1000000 خط، نشوف عوده بشكل اكبر للجماهير في المدرجات. لان يا جماعه الجماهير غير، يعني في ماتش بيتقلب راسا على عقب بمجرد ان في جماهير موجوده. اتمنى ان البدايه هتكون الشهر اللي جاي في نهائي كاس مصر، طبعا اعرق مسابقات الكره المصريه. المباراه مفترض ان هي هتكون بعد العيد يوم 21 يوليو بالتحديد، والزمالك هيكون احد اطرافها. وطبعا مع كامل احترامنا وتقديرنا لفريق باتروجيت وافراده ولاعيبته وجهازه، بس يعني المتوقع ان الفاينل يا هيكون زمالك واهلي يا زمالك وبيراميدز، حسب يعني المتغلبه فيهم على الثاني يوم الحد اللي جاي في لقاء الكوارتر فاينل اللي متاجل طبعا من سنه. وبالتالي التوقعات الفنيه بتقول ان احنا هنكون على موعد مع كرنفال كروي كمان شهر بالظبط من دلوقتي في نهايه كاس الموسم اللي فات. ومن هنا نفسي بقى نشوف فيه حضور جماهيري يا جماعه كامل في الملعب، خصوصا لو هو اقيم في استاد القاهره او يعني اي ملعب كبير يسع الجماهير، والجماهير عارفاه والجماهير مش هتتلخبط بقى في الدخول، لا يعني ملعب كبير، ملعب يسع كل الجماهير ان هي تبقى متقفله الاعداد في الاستاد. توفيق طبعا لجماهير الكوره المصريه في اللي جاي باذن الله. الجمهور هو عصب اللعبه دي، عشان كده احنا بنتمنى نشوف اكبر عدد من الجمهور طبعا في النطاق وفي الاطار اللي مسموح به، بس العدد ده يكون موجود ورا فرقته. ومش بتكلم يا جماعه على فكره على الزمالك بس، انا اكيد يخصني او يهمني اكتر الزمالك، لكن بتكلم عن كل الالعاب وكل الانديه الجماهيريه يا جماعه. الجمهور بيفرق بشكل مش طبيعي، فاتمنى ان اي حد بيتفرج علينا يعرف حاجه زي دي، ويعرف ان ده بيفرق كتير جدا جدا مع اللعيبه، حتى لو الاداء في الاول مش بيبقى حلو، صدقوني بوجودكم وبهتافكم فيما يخص ناديكم بتفرق جدا جدا مع اللعيبه. طيب تعالي بقى دلوقتي نروح نتكلم بقى انا وانت على توابع تعادل الزمالك اول امبارح في مباراه القمه، واللي بقى لنا حوالي 48 ساعه او اقل بنشوف ردود الافعال على السوشيال ميديا من الجمهور الزملكاوي. طبعا في ارتياح كبير جدا للروح الموجوده بين اللاعبين، الناس مبسوطه جدا بالمجموعه اللي كانت موجوده، وبالتحديد المجموعه طبعا اللي شاركت في المباراه. يمكن حسينا من كل اللاعبين اللي كانوا موجودين، سواء لعيبه عندهم خبرات وكبار او اللاعبين كمان صغارين، ان كله عنده خوف على اسمه كيان نادي الزمالك، كله بيلعب بروح، كله بيلعب بقلب، كله بيلعب وهو خايف على التيشيرت اللي هو لابسه. كان في حاله كبيره جدا الحقيقه من انكار الذات يعني عند الكل، يعني شفنا ده من اول اللعيبه الكبار زي ما قلت، يعني ما كانش في فرق يوميها بين لاعب عنده 37 سنه لاعب كبير عنده خبرات، ولاعب لسه عنده 20 سنه لسه لاعب شاب اول مره يشارك في مباراه زي مباراه القمه. كله حرفيا بيموت نفسه، كله بيعمل اي حاجه ممكن تتعمل في الكوره عشان هو عارف ان هو بيلعب باسم نادي كبير جدا اسمه نادي الزمالك. عشان كده الناس كانت مبسوطه، يمكن زي ما قلت الناس ما كانتش مبسوطه من النتيجه، لكن الناس كانت مبسوطه من نتيجه اللقاء، من اللي طلعنا بيه من اللقاء. يمكن انه الجاي ان شاء الله بنتمنى انه يكون افضل، الناس عندها او الناس بدات تتفائل لما شافت مجموعه اللاعبين في المباراه ديت، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل بكتير في الفتره اللي جايه. يعني ولا قدر الله لو حصل اي حاجه ولم نوفق في الفوز بالدوري، ف طبعا في شكل عام بيقول ان اللي جاي خير، وان حاله الانضباط اللي فرضها مجلس اداره النادي طبعا برئاسه المستشار مرتضى منصور بتقول انه اللي جاي افضل وان المستقبل افضل. وعلى فكرة واضح جدا انه ماتش اول امبارح كان فيه رسائل كتير جدا اتبعتت ان اسم نادي الزمالك اكبر من اي لاعب، وانه شرف ارتداء تيشرت نادي الزمالك هو شرف رياضي، مفيش ما افتكرش ان فيه بعده شرف، وانه اي لاعب بيتمنى ان هو يلعب باسم التيشرت، وان مجموعة اللاعبين ديت ايا ما كانت هي قادرة ان هي تسد.